يختبئ داخل أجهزة الحاسوب الخاصة بنا، في هواتفنا، في شبكة الإنترنت. اليوم ينظم ويترجم دفق المعلومات عبر الكوكب. الذكاء الصناعي في كل مكان، إنه يزلزل العالم. إنه ذكاء من دون دماغ، يعشش في برامج الحاسوب وقادر على إنجاز مليارات العمليات في الثانية الواحدة. تدعى تلك البرمجيات بالخوارزميات. تطوير تلك الخوارزميات لتحاكي قدرات بشرية خارقة وتعليمها ما لا يستطيع سوى البشر والحيوانات فعله حتى وقتنا الحاضر هو طموح الذكاء الصناعي. واليوم يبدو أنه لا حدود لهذا الطموح. الفضل بهذا يعود إلى التعلم العميق بشكل ملحوظ، حيث ينشغل عمالقة الشبكة العنكبوتية مثل جوجل وأمازون وفيسبوك باستثمار المليارات في تلك التكنولوجيا. أصبح الذكاء الصناعي أداة سحرية لجني الأرباح من البيانات المتولدة من الإنترنت، ومن يتحكم بتلك الأداة يمتلك القوة والسلطة. لقد انطلق بسرعة لا مثيل لها حقاً، لم أشهد شيئاً مشابهاً لهذا طوال مسيرتي المهنية. إنه يشبه الإنترنت بدرجة كبيرة، ولم نكن نتوقع التأثيرات الكبيرة التي أحدثها الإنترنت. يمكننا القول إن هنالك ثورة صناعية أخرى تحصل الآن، وأعتقد أن معظم الناس يقللون من أهمية ومدى التغيرات المقبلة. بمجرد أن تدرب كما يدرب الأطفال الذين تم تعليمهم، تصل تلك الآلات بأدائها إلى مستويات غير مسبوقة، وشيئاً فشيئاً فإنها توظف ذكاءها في تطوير نفسها. هل ستتفوق في النهاية على البشر؟ وصلنا تواً إلى مرحلة جديدة في عالم الذكاء الصناعي. بتنظيمها كتنظيم الخلايا العصبية في الدماغ، أثبتت خوارزميات التعلم العميق مؤخراً امتلاكها قدرات لم يسمع بها أحد من قبل، وهي تمييز الأشكال والتراكيب في مجموعات كبيرة من البيانات. وللمرة الأولى فإن الآلات ترى وتسمع وتنجح في تكوين روابط بين تصورات مختلفة. لقد تعلمت إنشاء تمثيل خاص للعالم بالنسبة إليها. وتعود أصول تلك التكنولوجيا إلى فريق من الرواد، إلى نجوم في سماء البحث العلمي اليوم، جيفري هينتون، يوشوا بينجيو، ويان لوكان. بدأنا الاهتمام بالشبكات العصبية الاصطناعية والمعروفة اليوم باسم التعلم العميق في أوائل الثمانينيات. دوماً كان لدينا الشعور إن لم يكن الحل فإنه على الأقل جواب مقبول للأسئلة التي كان بعض الناس يطرحونها على أنفسهم، والتي تتعلق بمسألة التعرف على الصور وتمييز الكلام ومعالجة اللغة الطبيعية. الفكرة برمتها حول الشبكات العصبية كانت هامشية قليلاً، لكنها جذبتني على الفور. كان الأمر أنني وبعد قراءتي لعدد من المقالات وقعت في حب ذلك التصور وذلك النوع من الأفكار. خلال الفترة الأولى كان التقدم بطيئاً جداً، ثم تسارع في الفترة بين العامين 2012 و13 عندما أدرك المجتمع العلمي أن تلك الأساليب تعمل بشكل جيد. أصبح النجاح ممكناً أيضاً بفضل تطور عاملين: شبكة الإنترنت واستيعابها اللامحدود للبيانات، ثم القدرة الحسابية الهائلة للحواسيب التي شهدت نقلات نوعية بفضل بطاقات الرسوميات التي تستطيع إنجاز مليارات العمليات الحسابية في الثانية الواحدة. أصبح التعلم العميق كأداة سحرية تستثمر جميع أشكال التطور. بدأ المجتمع بأكمله بتطبيق تقنيات التعلم العميق، ومن ثم بدأت الصناعات بالاستثمار في هذا المجال بشكل كبير، ونتيجة لذلك افتتن الجميع بتلك التقنيات. قد لا تبدو شيئاً مهماً، لوغاريتمات بسيطة متخفية ضمن العناصر الإلكترونية، ومع ذلك وبالإضافة إلى أنها تزلزل العالم، فإن تلك الشبكات العصبية الصناعية حقيقة تزيد معرفتنا بماهية الذكاء. نود الوصول إلى فهم شامل للذكاء، ليس لما يتعلق بالذكاء الصناعي أو البشري فقط، لكن دعني أقل لمبادئ الذكاء الأساسية. فكما أن علماء الأحياء الذين يدرسون الطيور وأولئك الذين يقومون ببناء الطائرات جميعهم مهتمون بديناميكية الهواء وبالمبادئ الأساسية للطيران، فنحن هنا نهتم بالمبادئ الأساسية للذكاء. فهم الذكاء، لنرى يوماً بماذا تفكر الآلات. لم يولد ذلك الطموح بالأمس، بل نما تدريجياً مع ميلاد علم الحوسبة منذ الخمسينيات.
إذ أصبح الخوف من انقلاب الآلات على صانعيها موضوعا رئيسيا في الثقافة الشعبية. إنها حية. حية؟ واعية؟ الآلة؟ إنها تنوي وضع نفسها شيئاً فشيئاً في المدار حول الأرض، ومن تلك اللحظة ستصبح الأرض تحت سيطرتها. لم تكن تلك المخاوف موجودة لدى العلماء في بداية الستينيات. كانت هناك محاولات لحوسبة التعلم، وما كان يعرف باسم التعلم الآلي أصبح مجالاً رئيسياً للبحث. على سبيل المثال، عندما أخذ هذه العجلة، وذلك أسهل بكثير من استخدام وجهي، وأقوم بتمريرها ببطء أمام هذه اللوحة، سنرى شكل العجلة يظهر فجأة على هذه الشاشة. تم تدريب الآلات لتصبح قادرة بمجرد انتهاء تدريبها على توقع نتائج معينة مثل الأشكال الهندسية. خلال القرن العشرين، وربما لا يزال أكثر العروض إثارة للذكاء الصناعي الزائف، هو هزيمة بطل العالم في الشطرنج آنذاك كاسبروف بواسطة الحاسوب ديب بلو في العام 1997. اليوم كما تعلمون لم ألعب جيداً، ويبقى الحاسوب حاسوباً، وفي النهاية أدركت أنني كنت أخسر، وذلك لم يكن كافياً. لكل من استطاع متابعة ما حصل، لم يكن ذلك حدثاً مذهلاً. في حالتنا هذه، قام الحاسوب ببحث شامل في عدد هائل من الحركات المحتملة بغية التوصل إلى الحركات الصحيحة التي عليه القيام بها، مع توقع ما سيفعله اللاعب الآخر، ووفق ذلك كيف عليه أن يتحرك مجدداً إلى آخره، ثم تكرار هذا التسلسل مرات عدة. في حقيقة الأمر ليست مسألة متعلقة بالذكاء، ولكنها تتعلق بالقوة الصرفة للعمليات الحسابية. أمل رؤية الآلات الذكية بدأ بالتلاشي ببطء بسبب العقبات التي لم يتم حلها. أطلق الباحثون على تلك الفترة شتاء الذكاء الصناعي، لكن في نوفمبر من العام 2012 وكوميض من البرق ولد الأمل من جديد. حاسوب جوجل المسمى ديب مايند هزم بطل العالم في لعبة جو. إنه إنجاز حقيقي للمهارة العلمية في مثل هذه اللعبة المعقدة. بالطبع، نحن متحمسون جداً لهذه اللحظة التاريخية، وسعداء جداً بالمدى الذي وصل إليه أداء ألفا جو. ما حدث مع ألفا جو كان مختلفاً بالمطلق، شيء أقرب إلى طريقة البشر في التعامل مع هذا النوع من المسائل. لا يضع البشر مليارات الاحتمالات أثناء لعبهم لعبة جو أو الشطرنج، إنه العامل البشري، أي استخدام الحدس هو ما يعطي الانطباع بأن الوضع جيد أو أن القيام بتلك الحركة مناسب، وذلك من دون أي شكل من أشكال المنطق الواضح، وهذا ما تفعله الشبكات العصبية. ليست حقيقة أن ألفا جو قد فاز على بطل العالم فقط هو ما لفتنا، بل الكيفية التي انتهجها والتي تقترب من الذكاء البشري بدرجة كبيرة جداً، والتي تشكل لأناس مثلي حدثاً مهماً جداً. بالنسبة إلى ألفا جو، فقد أصبح بمقدور الآلة توليد أشكال محددة من الحدس. إنها مهارة تعتمد على شبكة من الخلايا العصبية الصناعية متصلة مع بعضها بكيفية أبسط بكثير من الأنماط الموجودة في الدماغ البشري. هذه الشبكات فعالة وبشكل خاص في تمييز الأجسام، وهي عملية سهلة بالنسبة إلينا، لكنها في واقع الحال تستلزم حسابات معقدة جداً لا ندركها. إذن كيف يمكن للشخص أن يميز بين الحافلة والكلب مثلاً؟ إنها عملية أقل سهولة مما تبدو عليه. بالنسبة إلى الحاسوب، فإن الصورة تتكون من جداول بيانات من الأرقام، وكل رقم يعبر عن درجة سطوع لكل بكسل في الصورة. لذلك من الصعب فهم الأمر الذي يجعل الحافلة حافلة والكلب كلباً. لو أردنا تدريب نظام لتمييز الصور، سيتضمن ذلك جمع ملايين الصور ثم تصنيف كل واحدة منها. إذن إذا كانت لدينا صورة سيارة وفيل وطاولة وكرسي، نعرض مثالاً لكل منها على الآلة وهي تقوم بالاستجابة. في حال كانت الاستجابة خاطئة، نخبرها عن الإجابة الصحيحة وهي تصحح نفسها. لذلك ففي المرات المقبلة التي سترى فيها الصور ستكون إجابتها قريبة إلى الجواب الصحيح، وينتهي بها الأمر بالتعرف على ما يمثل جوهر الفيل والطاولة والكرسي. لكن قبل هذا الوقت كانت هذه العملية شبه مستحيلة، لأنه لم يكن بمقدور الآلات ضبط معاييرها الخاصة عند تحديد جسم ما، وجب أن يتم ذلك بشكل يدوي. تم إقناعنا دوماً بأن الطور الأول لتحويل البيانات الأولية إلى تمثيل مناسب للتعلم العميق يجب أن يخضع نفسه للتعلم العميق. أعني بهذا أنه في اللحظة التي امتلكنا فيها كميات هائلة من البيانات الأولية وآلات قوية بشكل كافٍ،
كان يفترض أن نكون قادرين على تطوير آلة مدربة من الألف إلى الياء، وهذا هو المقصود بالتعلم العميق، آلة مكونة من عدة مستويات، وكل مستوى يمكن تدريبه. كل مرحلة من الآلة تقوم بإنجاز نوع واحد من الحسابات، وعندما تصل الأرقام إلى أقصى حد تمر عبر مستوى من العمليات الحسابية التي بدورها ستولد قوائم أخرى من الأرقام. إذا حاولنا التفريق بين كلب وسيارة، فربما سيشير أحد تلك الأرقام إلى أنف أو إلى حافة الصورة، أو فيما إذا كان هناك لون أخضر أم لا. بعد ذلك يقوم مستوى آخر بإنشاء روابط بين تلك الخصائص المختلفة المميزة، مثلاً هل توجد عينان أم لا؟ والمستوى التالي سيقوم بالمثل للوصول إلى تعريف تصور للرأس. في حال وجدت فيه عينان وأنف وأذنان، يمكن أن يكون كلباً. سان خوسي إلى الجنوب من وادي السيليكون في كاليفورنيا. كل عام تقوم شركة إنفيديا، وهي لاعب أساسي في هذا المجال، بتنظيم حدث حول التعلم العميق. كيف حالك؟ وآخر الابتكارات وإبداعات تكنولوجية غريبة من كل الأنواع. هنا السيارة الذكية ليست مجرد حلم، بل نصعد على متنها لنقوم بجولة. ما نريده في أي نوع من أنواع المركبات ذاتية القيادة هو الاستغناء عن السائق، وعليه فإن حواسنا المتمثلة في أعيننا وآذاننا وأدمغتنا ستستبدل بأجهزة أخرى، وهذا يفسر وجود آلات التصوير في تلك السيارات. هنالك 8 آلات تصوير موجودة في هذه السيارة، ويمثل نظام درايف BX2 الدماغ. لذا فإن كل البيانات الواردة من آلات التصوير ومن أنظمة الاستشعار ومن الرادار والأمواج فوق الصوتية ستغذي هذا الحاسوب الصغير الخارق ذا الذكاء الصناعي. جوهر ما نفعله هو إعادة إنشاء العالم من حولنا. نبني نموذجاً ثلاثي الأبعاد للبيئة المحيطة بنا، يحتوي السيارات الأخرى والشاحنات والناس وراكبي الدراجات، إذ نكون قادرين على فهم كيفية قدرتها على القيادة بأمان خلال ذلك كله، كما كان الإنسان يفعل. سأرفع يدي عن المقود، قدماي لا تلامسان الدواسات، والسيارة تسير من تلقاء نفسها. أنا لا ألمس الدواسات والمقود على الإطلاق. هنا تحلل الشبكة العصبية كل تفصيل في الطريق، الخطوط الفاصلة، المركبات، اللافتات على جانب الطريق، ومن خلال إنشاء روابط بين كل الخصائص تقوم باستقراء الوضع وتعتمد السلوك الصائب حتى في أعقد المواقف كاجتياز المعابر. عندما نفكر بكم الحوادث التي تحدث كل يوم، هنالك أكثر من مليون شخص يلقون حتفهم بسبب حوادث السير حول العالم، وفي الولايات المتحدة فإن ذلك الرقم يقارب 40,000. وهنالك الكثير من الحوادث التي تحدث نتيجة عدم الانتباه أو الذهن المشتت أو النوم أثناء القيادة، وربما القيادة بغضب أو بسرعة كبيرة أو القيادة تحت تأثير الكحول. ستلغي السيارات ذاتية القيادة كل تلك الحوادث على الفور. ومع سيارة أوتوماتيكية القيادة بشكل كامل، ستكون قادراً على القراءة، تلقي المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو، كما يمكنك مشاهدة الأفلام وحتى النوم. لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد، هدفنا هو الوصول إليها، حيث تكون السيارة قادرة وبشكل كامل على القيادة بشكل ذاتي، وأثناء ذلك بإمكانك فعل أمور أخرى. المنافسة محتدمة في مجال السيارات ذاتية القيادة، باعتبار أن جوجل هي أول من خطى خطوة في مسار تلك التكنولوجيا من خلال سيارتها الذكية. نجد الآن أن جميع الصانعين الرئيسيين دخلوا ذلك المجال بالفعل. توشك السيارات ذاتية القيادة على إعادة تصميم المدن بشكل كامل وإحداث ثورة في الحياة اليومية للفرد وللمجتمع ككل. لكن نظام التعرف على الصور يعتبر عالماً جديداً في مجال المراقبة، فهناك تطبيقات مختلفة تماماً كالفرز الانتقائي ونظم الزراعة الذاتية وإمكانات لا حدود لها في مجال الطب بشكل خاص. في مونتريال جنباً إلى جنب مع وادي السيليكون يقع مركز عالمي رئيسي آخر لأبحاث الذكاء الصناعي.
في مستشفى تشام، المستشفى الرائد في المدينة، يوجه اختصاصي الأشعة آن تانغ أبحاثه نحو تطبيقات تقنيات التمييز البصري لكشف السرطانات في الصور الطبية كصور الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي والماسحات الضوئية. بدأت قصتي مع الذكاء الصناعي في سياق التعاون العلمي مع باحثين من جامعة مونتريال بوليتكنيك ومع شركة إيماجيا، وهي شركة ناشئة في مونتريال تتعامل مع الذكاء الصناعي وتعمل على مشروع يتضمن الاكتشاف الآلي لسرطان الكبد، ويقع ذلك ضمن مجال عمل اليومي كاختصاصي أشعة. لدينا هنا الفحص بالرنين المغناطيسي، ولدينا مئات وأحياناً آلاف الصور لتحليلها. نتعامل مع كمية هائلة من البيانات ونواجه صعوبات متزايدة في تجميع كل تلك المعلومات. ومن هنا جاء الاهتمام بتعليم الآلات لتصبح قادرة على تمييز الأورام والتعرف عليها. عملية طويلة تبدأ بإنشاء مجموعة من بيانات التصوير الطبي يمكن من خلالها استنباط الخوارزميات. نرى الكبد هنا، ويوجد على الجانب الأيمن الخلفي من الكبد نمو ثانوي لورم خبيث محدد بخطوط حمراء. يمكننا أيضاً التنقل في هذه المنطقة وإنشاء خرائط على مستويات مختلفة. هذا مستوى محوري. يمكننا أيضاً أن نعرض المستوى الإكليلي كما لو أن المريض يقف مواجهاً لنا، أو المستوى العرضي كما لو كنا نراقبه من الجانب. هناك أيضاً نمط التشكيل ثلاثي الأبعاد الذي يسمح لنا بدمج كل ما سبق وبناء تمثيل ثلاثي الأبعاد للعضو وللورم الخبيث. ذلك سيأخذ منا القليل من الوقت. نعم، هل يمكنك فقط تدويرها؟ في الوقت الحالي يتم وضع الملاحظات من قبل المشغلين البشريين لاستنباط خوارزميات الذكاء الصناعي، ثم في المرحلة الثانية سيتم إنشاء نماذج من الذكاء الصناعي، وسينفذ ذلك بواسطة زملائنا الباحثين من جامعة مونتريال بوليتكنيك وشركة إيماجيا. المحطة التالية إيماجيا، هنا وفي مكان ليس ببعيد عن مونتريال بارك، ووسط معادلات مكتوبة على الجدران، أنشأت الشركة الناشئة مكاتبها، مهمتها إنشاء واستنباط خوارزميات تساعد أخصائي الأشعة في اكتشاف السرطان. قبل نحو 20 عاماً مررت بيشوا بين جيو، أحد المخترعين الثلاثة المشاركين في برنامج التعلم العميق التابع لجامعة مونتريال ومركز الأبحاث التابع لها، والذي يسمى الآن ميلا. وعندما كنت أتحدث معه كان يخبرني دوماً: ألكسندر، في غضون 10 سنوات سيغير الذكاء الصناعي العالم، وفي العام 2012 أخبرني بأن الوقت قد حان، لذلك قررنا استخدام هذه الاكتشافات في قضية تستحق الاهتمام وهي السرطان. تتمثل الخطوة الأولى في ضبط معايير الخوارزميات بعد تحديدها وفقاً للنماذج المسجلة من قبل الأطباء. الهدف هنا هو النجاح في تلقين نموذج لاكتشاف حالات الشذوذ في الرئتين، على وجه الخصوص العقيدات. هنا نرى منحنى التعلم الخاص بنموذجنا خلال الوقت. استخدمنا مجموعتين من البيانات، إحداهما تسمح بالتعلم، أما الثانية فهي المجموعة التي تراها باللون الأحمر هنا، وهي في الواقع مجموعة التحقق من صلاحية البيانات. وكما نرى هنا أن النموذج يتعلم، ونعلم أن عدد الأخطاء يتضاءل، ونرى أيضاً أننا قادرون على اكتشاف عدد أكبر من الاختلالات والعيوب. بمجرد أن تنتهي العملية سيكون النظام قادراً وبكل كفاءة على مساعدتنا في معرفة التشخيص للمريض. قلنا لأنفسنا إننا بصدد تطوير منصة تقدم إجابات تتعلق بالكشف والتصنيف، ولكنها تصل أيضاً بالتأكيد إلى مستوى آخر، مستوى من التوقع، لأنه في مجال الصحة ما يهمنا ليس بالضرورة حالة المرض الحالية، بل معرفة العلاج الذي يجب تطبيقه ومتى يتم ذلك للوصول إلى أكبر منفعة ممكنة. ستكون بذلك قادراً على التنبؤ بتطور الأنسجة من خلال تحليل كل بكسل في الصورة على حدة. ففي أمراض الجهاز الهضمي مثلاً يستحيل تحديد ما إذا كانت بعض الأورام الحميدة تشكل خطراً أم لا بالعين المجردة. لذا عملنا على تطوير نموذج يتيح لاختصاصي الجهاز الهضمي الرؤية الفورية للزوائد اللحمية أثناء العملية، وستكون الآلة وبكل ثقة قادرة على إخباره على الفور فيما إذا كانت حميدة أم خبيثة.
حقيقة كونه كدماغ ثان للأطباء، فإن الذكاء الصناعي ينقذ الأرواح. إنه ينقذ الأرواح، وعلاوة على ذلك سيقلل حتماً من ضعف القدرة على التنبؤ بالأمراض. هل نريد إذن أن نعرف بدقة احتمالات إصابتنا بمرض معين وحظوظنا في التعافي منه؟ هنا يكمن سبب تناقض الآراء حول هذه التكنولوجيا، وهو وعدها لنا بنتائج دقيقة ومتقنة. في الوقت الحالي، وبعد أن أحدث التعلم العميق ثورة في تقنيات التعرف البصري، فإنه أيضاً يحدث ثورة في التكنولوجيا التي تستخدم لغة الإنسان، أن تكون قادراً على التحدث إلى الآلات. هل أرسلت رسالة إلى بولين؟ وأن تستطيع تلك الآلات فهمك. حسناً، سأرسلها. هو تحد آخر للذكاء الصناعي في يومنا هذا. سنكون قادرين على توظيف التفاعلات في الكلام الطبيعي بين البشر والآلات لمساعدة الآلات على فهم العالم المحيط بنا من خلال المنظور والأفكار التجريدية التي اكتسبها البشر بالفعل من خلال الثقافة. إنه شيء ليس سهل الفهم بالضرورة أول مرة. لقد استغرق فهمنا لأشياء معينة آلاف السنين من التطور الثقافي. فعند تفاعلنا مع أجهزة الحاسوب، فإننا نختصر عليها ذلك الطريق الطويل. في جامعة مونتريال يعمل كريس باس على خوارزميات تسمح للآلات بفهم لغتنا أو الانتقال من شكل من أشكال اللغة إلى الآخر، كترجمة مقطع فيديو إلى لغة منطوقة أو مكتوبة مثلاً. نظراً إلى احتواء نموذج الشبكة العصبية على الكثير من القدرات أو العديد من العوامل، نحن قادرون على الوصول بأداء نظام التمييز إلى مستويات كنا نعتقد أنها مستحيلة في الماضي. لذا لدينا مشروعنا الخاص، وكان موضوع بحثنا يتمحور حول أخذ مقطع فيديو كبيانات إدخال، ويمكنك اعتباره لغة إدخال. نقوم بإنشاء ترميز لهذا الفيديو، ترميز عصبي، وهو في الأساس عدد كبير من الأرقام. ثم نقوم بفك تشفير هذا الترميز إلى لغة طبيعية تصف ما نراه في هذا الفيديو. وهكذا، ومن دون توضيحات خارجية، تصبح الآلة قادرة على فهم سلسلة من الصور ووصف ما يجري بلغة طبيعية، لكن لن يخلو ذلك من بعض الأخطاء. مثلاً، قرد يقوم بإغاظة ساق كلب. بهذه الطريقة يمكننا بناء شبكات عصبية لا تأخذ الصور واللغات فقط كمدخلات، بل تأخذ مشاهد فيديو كاملة، حتى إنها قد تتضمن الملفات الصوتية وتحدد وتضع الوصف المناسب الذي سيقوم بوصف ملف الفيديو. لذا فإن هذا التطبيق مفيد بشكل خاص للمكفوفين. إذا كان لديك صديق كفيف وجلست معه في وقت ما لمشاهدة فيلم، ربما قد فعلت هذا أصلاً، ومن المحتمل أنك قمت بشرح ما يحدث في المشهد لأنه لا يستطيع رؤيته. وهكذا هنا في أمريكا الشمالية لدينا ما تسمى بخدمة الوصف الصوتي، ويتم توفيرها للمكفوفين، وهي عبارة عن سرد صوتي. لذا يمكن لهذا النوع من التكنولوجيا يوماً ما تشغيل هذا النوع من السرد آلياً. هذه التقنيات قابلة للتطبيق على العديد من التطبيقات خارج مجال تكنولوجيا التعرف البصري على الأجسام، والتي كانت حقاً مصدر إلهام للموجة الحالية من الاهتمام بالذكاء الصناعي والتعلم العميق. ولقد ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، فقد أصدرت جوجل مؤخراً تحديثات لتقنية الترجمة الآلية الخاصة بها، والتي تعتمد أيضاً على الشبكات العصبية. تخيل لو استطعت أن تفهم وتتواصل مع الناس من خلال 100 لغة. الترجمة القريبة من الترجمة البشرية والقدرة على تمييز اللغة البشرية يسهل التعلم العميق التواصل بين الأفراد، ويجعل فكرة التحدث مع آلاتنا ممكنة. فالمساعدون الشخصيون الآليون يظهرون في كل مكان وبأسماء بشرية، كأنهم أفراد جدد ينضمون إلى عائلاتنا. سيكون العشاء جاهزاً في غضون 15 دقيقة. أليكسا، قومي بطلب المزيد من طعام الكلاب. وجدت طعام الكلاب المجفف من نوع تيست أوف ذا وايلد بطعم لحم البقر المشوي والغزال، يكلف 53 دولاراً و69 سنتاً، أترغبين في شرائه؟ نعم. وفي حال اعتدنا وبشكل متزايد التحدث إلى آلاتنا، فهل ستفهم مغزى ما نقوله لها؟ هذا هو السؤال الذي يحاول الفريق الشاب من مالوبا الإجابة عنه، وهي شركة كندية ناشئة استحوذت عليها شركة مايكروسوفت مؤخراً. أحد الأشياء التي نعمل عليها هنا
هو أننا نقدم مستنداً إلى نظامنا ثم نطرح أسئلة حوله، وهذه طريقة لقياس مدى فهمك للغة، وهو مشابه لما تفعله في المدرسة. على سبيل المثال، هناك اختبارات عليك فيها قراءة مقالة، وبعد ذلك لديك أسئلة حول تلك المقالة: متى حدث هذا؟ أين حدث؟ إلى آخره، وذلك لمعرفة فيما إذا كان بمقدورك فهم النص وفهم اللغة. هذه طريقة من الطرق لقياس ما إذا كان النظام يمكنه فهم مستند ما. هنا لدينا مقال طويل نود أن نعرف فقط الحقائق الرئيسية عنه. أين أنجم شوداري وكم عاماً تم الحكم عليه؟ تقليدياً تستند أنظمة الأسئلة والأجوبة إلى البيانات التي تم تجميعها في الماضي ولم تطرأ عليها أي تعديلات. نظام كهذا قادر على البحث عن المعلومات في الزمن الفعلي. قدم إجابة صحيحة، حكم على المتهم بالسجن 5 سنوات و6 أشهر، ما يؤكد فهمه للنص. حالياً نوع أنظمة الحوار التي نملكها تم تدريبها باستخدام بيانات كالحوارات البشرية، أو قمنا ببنائها وبتزويدها بمجموعة من القواعد تخبرها كيف عليها أن تتصرف في كل حالة. سيكون هذا مهماً جداً، ليس فقط لأنها ستصبح قادرة على التعلم من البيانات، بل لأنها ستصبح قادرة على التعلم من الحديث مع البشر، وسيصبح بمقدور أي شخص تعليم الآلات بواسطة اللغة الطبيعية، لذا نركز عليها لأن الجميع يستخدمها.